مرصد الجهادية. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من مرصد الجهادية في الأسبوع الأخير من سنة 2020. أنا نهاد الجريري. أهم أحداث هذا العام: أزمة قيادة في القاعدة وداعش، أمير غائب وخليفة مجهول، الجولاني يخرج القاعدة من الشام، علاقة شائكة بين طالبان والقاعدة، وتناحر بين الجهاديين على الموارد في غرب إفريقيا. وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة والاستماع إلى البودكاست في نسخته المطولة على الآن دوت أف أم أو أي من منصاتكم المعتادة. في نوفمبر 2020 نقل صحفيون عن مصادر في حراس الدين وعن مترجمين في أفغانستان أن أيمن الظواهري زعيم القاعدة توفي قبل ذلك بشهر وفاة طبيعية. آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير 2020 بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي عن طالبان صدر في مايو. حتى نهاية العام لم يصدر عن التنظيم أو كبار أنصاره ما يشي بثبوت أو نفي الخبر. الظواهري مريض وغائب، رسائله التي تبثها مؤسسة السحاب منسلخة عن الواقع على الأقل منذ الربع الأخير من العام 2019، فلا يمكن اعتبار ما يبث دليل حياة. المهم في هذا كله هو من سيخلف الظواهري على رأس التنظيم. الظواهري كان يحضر حمزة ابن أسامة ابن لادن لتولي القيادة، لكن حمزة قتل في قصف أمريكي في 2019 ولما يؤكد التنظيم ذلك. من بقي إذن؟ في الربع الأخير من 2020 أكدت السلطات الأفغانية قتل حسام عبد الرؤوف مسؤول القاعدة الإعلامي وأحد مساعدي الظواهري وعضو مجلس شورى قيادة التنظيم. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن أبا محمد المصري نائب الظواهري الأول اغتيل في طهران في أغسطس، وهي القصة التي تتبعناها في أخبار الآن من حساب أنباء جاسم منذ أكتوبر. لم يصدر شيء رسمي عن التنظيم بخصوص أبي محمد المصري، لكن مجموعة أنصار مخضرمة نشرت بعد أيام تعزية سرعان ما سحبتها مع اعتذار انتظارا للخبر الرسمي. المصري كان حمى حمزة ابن أسامة بن لادن، وكان ضمن مجموعة من كبار قادة القاعدة أقاموا في طهران بعد غزو أفغانستان بموجب اتفاق مع إيران، منهم سيف العدل المسؤول العسكري والرجل الثالث في التنظيم. في 2015 أطلق سراح عدد منهم في تبادل سجناء مع قاعدة اليمن، لكن المصري وسيف العدل بقيا في إيران. الآن يبدو أنه لم يبقى لتولي قيادة التنظيم في حال تأكد غياب الظواهري سوى سيف العدل، وهذه معضلة. الظواهري لم يحسن التعامل مع هذه الأزمات، فكيف أضاع البوصلة؟ حسن أبو هنية خبير الجماعات المتطرفة صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد، هذا ما قاله لنا في سنوية 11 سبتمبر. كانت رؤية بن لادن واضحة، هناك لبس كثير أحيانا يقول بأن القاعدة أنه هذه أحد الأشياء الشائعة لدى كثير من الباحثين والخبراء بأنه الذي أعطى فكر القاعدة هو الظواهري في فرسان تحت راية النبي، وأن بن لادن، وهذا خطأ فادح وغير صحيح. الفكرة كانت بن لادن تماما هو نظر لها الظواهري، إنما كانت الفكرة من بن لادن تماما، لم يكن الظواهري كان يريد أن ينقل يعود مع جماعة الجهاد إلى مصر وبالتالي يعود إلى العدو القريب. هذه فكرة بن لادن. لاحظنا حتى في آخر رسائل بن لادن أنه يركز على العدو البعيد، على أمريكا، عليك أن تستهدف، يرفض أي استهداف، يعني حتى لو كان لوحيشي في لحظة ما يقول له أنا أستطيع أن أسيطر على صنعاء، يقول له إياك أن تفعل ذلك.
يختلف مع الـ 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 مع قاعدة في مجموعة حركة الشباب في الصومال ويقول لا لن أقبل منكم هذا ما دمتم تفعلوا. هذا الجهاد الذي كان يتحدث عنه بن لادن قد انتهى. لم يستطع الظواهري أن يتخلى عن إرث بن لادن من جهة، ولم يستطع أن يذهب باتجاه البغدادي أو الزرقاوي، وهنا وقع في فورطة بين الجهادين، لم يعد يمثل حالة الجهاد العالمي، وهذا ما فعله في الحقيقة تنظيم داعش. وأصبح الخلاف بينه وبين الجهاديين عاد إلى سيرتها، يعني الحركة الجهادية هي حركة محلية ابتداء ثم أخذت طابع العولمة، وبالتالي هي الآن تعود إلى سيرتها الأولى بالنقاش، أنه الآن هي حركات، يعني ما هو علاقة يعني نصرة الإسلام والمسلمين بالظواهر بالقاعدة، لا علاقة لها على الإطلاق يعني. وبالتالي هي تصبح حركات تعود محلية، كحركة يعني مورو وانفصالاتها في الفلبين، كحركات غرب إفريقيا بوكو حرام. في 2020 أتم الجولاني ما بدأه عام 2017 عندما فك الارتباط مع القاعدة، عمليا قضى على وجود القاعدة في الشام مقدما نفسه شخصا قادرا على إدارة دولة تتعاطى مع المجتمع الدولي. التحرشات بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام وصلت ذروتها في يونيو 2020 عندما أعلن الحراس وآخرون عن تأسيس كيان عسكري باسم غرفة عمليات فثبتوا. شركاء الحراس كانوا جبهة أنصار الدين، أنصار الإسلام، تنسيقية الجهاد أبو العبد الشداء، ولواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبي مالك الشامي التلي الذي كان حتى ذلك التاريخ عضوا رفيعا في قيادة الهيئة. ردت الهيئة بمواجهات عسكرية، اعتقال قياديي فثبتوا وأهمهم أبو مالك التلي. وعلى مدى الشهرين التاليين استمرت الاعتقالات في صفوف المعارضين والمستقلين، فاعتقل أبو يحيى الجزائري من كادر الحراس سابقا، والصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم، والفرنسي عمر أمسان، وأبو عبد الرحمن المكي شرعي الحراس. التحالف كان قتل آخر الحراس أبو القسام الأردني خالد العروري في يونيو، ولاحقا شرعي الحراس أبو محمد السوداني في أكتوبر. كيف أضاع الظواهري الشام مرة أخرى؟ كنت تحدثت إلى مروان شحادة الخبير في الجماعات المتطرفة وصاحب كتاب تحولات الخطاب السلفي الحركات الجهادية. يعني هذا يؤكد أن الظواهر ابتداء وقع في خطأ كبير حينما طلب من مخلفات عناصر جبهة النصرة أن يشكلوا تنظيم بأي تسمية جديدة، والتنسيق في العمل مع الفصائل الكبرى ومنها هيئة تحرير الشام. بعدما فك الارتباط أبو محمد الجولاني كان يعني هناك جدل كبير في وسائل الإعلام ولدى الأجهزة الأمنية والدول أنه هو غير صادق في فك الارتباط، ولكن ثبت عمليا أنه أبو محمد الجولاني فك الارتباط مع تنظيم القاعدة. فأنا باعتقادي أن الخطأ الذي وقع فيه أيمن الظواهري هو إبقاء علاقة مع أشخاص يشجعهم على الانشقاق والخلاف. هناك حالة من الضعف التي تمر بها أو يمر بها تنظيم القاعدة، وهذه الحالة فقدت فاعليته بشكل كبير. يعني هذه الحالة التي وصل إليها التنظيم جعلته في وضع لا يمكن أن يكون فاعلا في الساحة التي يتواجد بها. فبالتالي أنا في اعتقادي أن تنظيم القاعدة انتهى بعد مقتل أسامة بن لادن، وأصبحت فاعليته يعني مخلفات تنظيم القاعدة في اليمن الآن انشق أيضا التنظيم وأصبح تنظيمان، في ليبيا انتهى، أنصار الشريعة انتهت، وفي مالي أيضا تم قتل زعيم التنظيم أبو مصعب درودكال الجزائري، عبد الودود درودكال وقيادات أخرى. فبالتالي تنظيم القاعدة وعصر الجماعات، أنا في تقديري أنه عصر الجماعات والتنظيمات انتهى. على محور موازن للحراس لا تبدو حركة أحرار الشام في أفضل أحوالها. الأحرار أحد أهم مكونات الجبهة الوطنية للتحرير ومنافس قوي للهيئة. في أكتوبر 2020 قاد زعيمها السابق حسن صوفان
تمردا على الزعيم الحالي جابر علي باشا. مع نهاية العام صوفان المقرب من الهيئة أعلن نفسه قائدا مؤقتا، ومجلس شورى الحركة ثبت باشا زعيما إلى حين التوافق على قائد جديد. في قلب هذا التمرد المجلس العسكري الذي يفترض أن يضم الفصائل المقاتلة في إدلب، وأكبرها طبعا هيئة تحرير الشام وأحرار الشام وفيلق الشام، لماذا هذا مهم بالنسبة للجولاني؟ تحدثت إلى عرابي عرابي الباحث السوري. هنا انظر إلى هذه الصورة. لديك المجلس العسكري من ثلاثة مندوبين، مندوب لهيئة تحرير الشام، مندوب لفيلق الشام وهو قريب من سياسة الهيئة ولا يخرج عن قرار الهيئة، ولديك مندوب أحرار الشام، وأيضا إذا كان هو من قبل الأحرار ولكنه موالي ويتفق مع مشروع الجولاني، فالهيئة سيطرت على القرار برمته، سيطرت على قرار مجلس العسكري برمته. هذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في المستقبل على تعويم الهيئة. الهيئة تعول على أن تعوم دوليا من خلال هذا المجلس العسكري. القيادة في الأحرار تقول، القيادة من قيادة مجلس الشورى تقول، إننا عندما نقبل بهذا الأمر ربما لن يزال تصنيف الجولاني عن التصنيف الإرهابي من التصنيف الإرهابي، وهذا إذا أدخل في المجلس العسكري وكان القرار بيده ستكون كل المكونات مصنفة إرهابيا، وهذا سيعود علينا بالويل والخراب. ولذلك هم يرفضون مسألة الوجود في المجلس العسكري بالصيغة الحالية، وليس فكرة المجلس العسكري بالصيغة الحالية، وهي أن يكون الفيلق الموالي للهيئة والأحرار موالي للهيئة، وبطبيعة الحال القرار بيد الهيئة. هم يرفضون هذه الصيغة. في 2020 كثف الجولاني ظهوره العلني بالرغم من مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. في مايو وفي جولة في جبل الزاوية يقال إن الحضور سألوه عن نسبه فقال إنه أحمد الشرع سوري من الجولان، وبهذا حسم جدلاً حول هويته. إذن كيف استطاع هذا الشاب أن يقسم ظهر الجهاد مرتين، مرة مع البغدادي ومرة مع الظواهري؟ تحدثت إلى حسام جزماتي الكاتب والباحث السوري الذي تابع سيرة الجولاني الذاتية. الحقيقة هذا التحول كامن أساساً بشخصية الجولاني. هو شخص طموح وباحث عن المجد، ولما يعني بدنا نرجع للحظة الجهادية المؤسسة بحياته، لأنه هو ما هو ابن أسرة جهادية، ابن أسرة محافظة عادية عصامية موظفين وهيك. اللحظة الفارقة كانت تأثره بما حدث في 11 إيلول، ثم تأثره بغزو الأمريكي للعراق وانخراطه بالعمل الجهادي هناك. الحقيقة هاي المقدمات لا تؤسس بالضرورة إلى شخصية، إلى شخصية جهادية متينة التكوين على النمط اللي الناس اللي نشأوا بالمحضن الأفغاني ولسنوات، وسابقا ربما كانوا مؤسسين ببيئات سلفية أو سلفية جهادية وكذا. فأنا أعتقد أنه الجولاني بعد فترة قصيرة ربما في السجن أو كذا تراجع كثير إيمانه بالحالة الجهادية. يعني ما بدنا نحن ناخد خيار شاب، أنا بدي أكرر أنه هو في العشرين، أنه بصفته خيار نهائي لشخص ناضج، ولكن خلاص يعني هذا صار الخط اللي هو استثمر حاله فيه. لما طلع من السجن هدول الناس اللي هن احتووه، ما عنده حل آخر. ثم وقت بده يحاول يحقق طموحاته بسوريا وربما أبعد من سوريا، هو ما عنده غير هدول يبتعثوه. الحقيقة يعني التيار الجهادي يعني ما معتاد على التعامل مع شخصية بهذا الاحتيال. يعني الانحرافات التي تطرأ بين الجهاديين غالبا بتكون باتجاه تطرف زائد، مثل ما صار مثلا الجزائر أو داعش نفسها أو كذا. بس هيك يعني شخص يعني يتميز يعني ما يسمى بالبراغماتية العالية، ومع العدة تبعها اللي
يعني تتضمن تغيير المواثيق والعهود والكذب والخداع واستغلال الآخرين ورميهم بعد خلاص مهمتهم بمسيرة صعوده. هو ما معودين الجهادين على هذا النمط، ما بيعرفوا يتعاملوا معه بشكل كافي، وهذا ما أتاح له يعني فرص الصعود والاستمرار حتى الآن. مرت 5 أشهر على استهداف الفرنسيين أبا مصعب دريكدير زعيم تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا قبل أن يعلن التنظيم تعيين أبي عبيدة العنابي خلفاً له. منذ مقتل دريكدير والجميع يسأل من قد يصلح لأن يحل محله، بالنظر إلى علاقات بينة شائكة وصعبة بين دريكدير وملازمه الأول العنابي وبينه والرأس الكبيرة إياد أغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين المبايع لدريكدير أولاً والظواهري ثانياً. ماذا يعني كل هذا في الميزان؟ كنت تحدثت إلى أكرم خريف الصحفي الجزائري المختص بالشؤون الأمنية. إياد أغالي كما قلت لم يعزي القاعدة في موت دريكدير، والعلاقة لم تكن جيدة، ويقال يعني هنا وهناك أن الحادثة التي قتل فيها دريكدير كانت تقريبا مفتعلة، وكانت من بين الأيادي التي افتعلتها أياد أغالي وإنها في صالحه، وأن دريكدير أتى إلى منطقة الساحل بعد أن مكث طولا في الجزائر، ذهب إلى منطقة الساحل من أجل التفاوض مع تنظيم الدولة في منطقة الساحل، ويعني كان هذا بمثابة إعلان حرب على إياد أغالي. احنا نعرف أن الإرهاب الجماعات المسلحة في منطقة الساحل هي ذات تكوين جزائري، يعني من شكلها في نهاية يعني في بداية الألفينيات كانوا جماعات الجزائرية، وثم رأينا مع الوقت انخراط شبه تام للجزائريين في الجماعات، وتغيير مركز ثقل هذه الجماعات من يعني من الأرجح ليس مركز ثقل بل مركز اتخاذ القرار من شمال الجزائر إلى الآن في الساحل، مع تشديد الخناق على هذه الجماعات ومنعها من المرور من الجزائر إلى منطقة الساحل، أصبح شبه استقلال تام للجماعات في الساحل، ولم يكن منذها صدى أوامر دريكدير وأوامر القاعدة في بلاد المغرب يصل إلى منطقة الساحل. لكن نعم كان فيه معركة نفوذ بين إياد أغالي ودريكدير، معركة نفوذ وأيضا حتى معركة إيديولوجية، لأن من ناحية الإيديولوجية أغالي مرن وسياسي، وهو سياسي محنك، ويعني يستوعب مبدأ التفاوض ومبدأ يعني هدفه هدف سياسي، وهي بسط سيادته على شمال مالي، هذا هو هدفه، بينما هدف القاعدة في بلاد المغرب وبالخصوص دريكدير هو أنه لن يتفاوض مع أحد، وأنه يقبل على الحرب حتى النهاية. وماذا قلت عن البيان الذي يعني يشدد عن وطأة العلاقات بين الجماعتين؟ أظن أنه محاولة حفظ ماء الوجه من ناحية القاعدة في المغرب، ولتبيين أن العلاقة لا زالت وطيدة ولا زالت قائمة بين المنظمتين، لكن يعني الواقع يثبت عكس هذا. في يناير 2020 وقعت طالبان اتفاقية سلام مع أمريكا تدخل بموجبها في مفاوضات حكم مشترك مع بقية الأطياف في أفغانستان، ولا تشن أو تسمح بشن هجمات ضد المصالح الغربية. حقيقة هذا الاتفاق يشكل حرجاً للقاعدة الذين يعتبرون التشاركية في الحكم درباً من الكفر، ناهيك طبعاً عن الجزء المتعلق بالعلاقة مع القاعدة. في آذار القاعدة الرسمية أشادت بالاتفاق ووصفته بالانتصار التاريخي الكبير
عن جوانب جدلية طالبان القاعدة تحدثت إلى الدكتور محمد سفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية والذي درس طالبان عن قرب. حركة طالبان دفعت ثمن حمايتها لهذا التنظيم أو يعني توفير بيئة له لهذا التنظيم، حتى أن أنا في رأيي حركة طالبان كانت حركة وطنية يعني محلية محدودة، لم تكن حركة عالمية حينما أعلنت عن نفسها، يعني أنها حركة مجرد تريد أن تحقق الأمن ويستتب الأمن ويتحقق العدل ويرفع الظلم عن الناس. هذه طالبة حركة في بداية تأسيسها، يعني لكن حينما أصبح هناك نوع من الحلف بين هذه الحركة وبين تنظيم القاعدة، هل تبنت حركة طالبان فكر تنظيم القاعدة؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أؤمن أن حركة طالبان تبنت فكر تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة لا يزال تنظيم مستقل، هناك مصالح تربط هذه الحركة. أنا ذكرت في الكتاب أن من بعض تلك المصالح العلاقات وتمويل قد تستطيع القاعدة، ووفرت في الحقيقة تنظيم القاعدة، لأن القاعدة كانت لها شبكة من الممولين في تلك الفترة تحديدا. يعني الآن القاعدة أصبحت إلى حد ما ضعيفة، ليست بنفس نشاطها السابق، لكن في تلك الفترة حينما تحالفت القاعدة مع حركة طالبان كانت القاعدة شبكة واسعة من العلاقات تستطيع توفر التمويل. والآن حتى في اتفاقية الدوحة هناك بند ينص على فك هذا الارتباط، يعني وعدم توفير هذه البيئة الحاضنة للقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. في رأيي الارتباط هناك ارتباط، يعني البعض يقول يرى أن حركة طالبان كونها حركة قبلية، أي أنها تحتكم إلى الأعراف القبلية في بعض تعاملاتها، فربما القبائل ترفض مثل هذا النوع، كما كان هذا هو الدافع في الحقيقة في البداية، يعني حينما طالبان أصرت من موقف قبلي أنها ستحمي القاعدة وأنهم لن يسلموا مسلما لكافر من أجل أن يحاكموا إلى آخره، سواء من ناحية قبلية أو من ناحية إسلامية. أنا في رأيي سيكون هناك تيار يرفض هذا البند من حركة طالبان، سيكون هناك تيار، بينما هناك تيار آخر دعني أقول أنه تيار يميل إلى تغليب المصلحة الوطنية على هذه المصلحة، خصوصا وأنهم يرون أن القاعدة الآن لم تعد كالسابق، وأنها انتشرت في بلاد أخرى ويمكن لها أن تجد مأوى في بلاد، يعني ربما يسهلون عملية خروج تنظيم القاعدة ويعني استيطانهم في مناطق أخرى حاليا، يعني مناطق توتر. يعني في عام 2020 تسلمت السلطات العراقية القيادية الداعشي من الصف الأول والمعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية قسد عبد الناصر قرداش، وكان رئيس اللجنة المفاوضة أيام البغدادي، واعتقل في الباغوز في 2019. في 2020 تم أيضا تحييد حجي تيسير معتز نومان الجبوري عضو اللجنة المفاوضة في داعش والمشرف على ولاية العراق. لكن حقيقة القيادي الأهم هو الخليفة، والسؤال الأهم هو من هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الذي خلف البغدادي في نوفمبر 2019؟ يبدو أن الجميع يرجح أنه أمير محمد عبد الرحمن المولى السلبي المعروف باسم حجي عبد الله قرداش، وهنا مشكلتان. تيار البن علي المنشقون عن داعش كتبوا في نوفمبر 2019 أن قرداش مبتور الرجل اليمنى، وفي هذا مخالفة شرعية للشروط الواجب توفرها في الخليفة. وبحسب وثائق أفرج عنها مركز CTC لمحضر الاستجواب التكتيكي مع المولى عندما كان معتقلا في سجن بوكا في الموصل في يناير 2008، ثبت أنه وشى بالعشرات من عناصر التنظيم، فكيف سيتعامل أنصار التنظيم مع هذا الخليفة؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لأنصار التنظيم؟ تحدثت إلى تام حسين الصحفي الاستقصائي في تلفزيون ITV البريطاني. I actually think to myself,
أعتقد أن الأنصار لا يهمهم إن كنا نعرف هوية الرجل أم لا، ثم أمور تهمهم مثل أنه قرشي وأنه عالم، لأن هذه الأمور تتعلق بالإرث الإسلامي. أبو بكر البغدادي كان مهما لديهم وحقق أمورا عظيمة برأيهم وحتى في المنطقة. تخيلي معي عندما سيطر على المدن والبلدات، كان ذلك كالصاعقة بالنسبة لنا ولن ننساها. أما هذا الخليفة الجديد فلم يأتي بأي فعل على الإطلاق، وما من شك في أن ذلك سيؤثر على نظرة الآخرين له. يحتاج إلى أن يأتي أمر يكون له كالبصمة. البغدادي سيطر على الموصل، والموصل ليست مدينة صغيرة، ولهذا ينتظر من الخليفة الجديد أن يأتي بما يوازي ما فعله البغدادي بغض النظر عن نظرتنا نحن إلى هذا التنظيم. موصل is not a small city, you know. So all of these things he achieved. So that's what he has to match up to. It's irrespective of whether, you know, what regard we hold him in. I think the rank and file. I think it's going to be على رأسي يعني. That's what it's going to be. أعتقد لن يكترث وسيقولون حاضر. إن قال إنه قرشي فسوف يصدقه الأتباع بغض النظر عما يقوله الآخرون، سواء جماعة البن علي أو غيرهم. أنصار التنظيم اليوم يتصرفون كأتباع طائفة مثل طائفة الحشاشين التي ذكرناها سابقا، يتبعون زعيمهم تبعية عمياء. فإن قال إنه قرشي وعالم فلن يشككوا في ذلك، لكن أعتقد أن عليه أن يماثل ما فعله سلفه. Do something to match his predecessors, you know, to his predecessor. في فبراير 2020 أعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب تعيين خالد بطرفي زعيما للتنظيم خلفا لقاسم الريمي الذي قتل في يناير. المشكلة في بطرفي هو أنه لا يحظى بإجماع أنصار التنظيم لافتقاره الخبرة العسكرية، ناهيك عن وباء الجاسوسية الذي يفتك بالتنظيم. برز سوء إدارته في ما صار يعرف بالاعتزال الكبير أو انشقاق النهديين. في 2020 اتخذ داعش موطئ قدم في موزمبيق ابتداء من مارس. هاجم التنظيم أكثر من بلدة في إقليم كابو دلغادو، حيث مشاريع الغاز التي تقدر ب 60 مليار دولار، وسيطروا على ميناء في ماسيمبو ديبرايا. في مايو 2020 ولأول مرة كشف تنظيم داعش عن اقتتال مستعر مع تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا والساحل، خاصة في المثلث الواصل بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. حتى ذلك التاريخ تميزت العلاقة بين التنظيمين في هذه المنطقة بنوع من التعايش. ماذا يعني هذا الاقتتال بالنسبة لسكان المناطق المنكوبة؟ تحدثت إلى بولام بوكارتي الباحث النيجيري في معهد توني بلير في لندن. You know, some people may say, "Oh, there are two bad elements fighting themselves, so good riddance." لكنني أود أن أحذر من أمر مهم. البعض يستبشر عندما يرى عدوين يتقاتلان، نقول لا أسى عليهما، هذا أمر جيد. لكن الحقيقة هي أنه ليس أمرا جيدا، لأن هذا التنافس سيزيد من جهود التجنيد وتطوير تقنيات وأدوات الحرب بينهما، وستحاول كل مجموعة أن تكون أفضل من الأخرى، وهذا كله على حساب المدنيين والجيش سواء. الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس أمرا جديدا، رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة، لكنه لم يوقف أي منهما عن تطوير أدوات القتل، ما لم تجتمع دول بحيرة تشاد وتصمم استراتيجية لاستغلال هذا التناحر لمصلحتها، فلن يكون الاقتتال خبرا جديدا. وهذا ختام أحداث العام. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. نتمنى لكم السلامة والسلام حيث كنتم. عن فريق قناة الآن، أنا نهاد الجريري، مع السلامة.